في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الثالث في المجموعة. هذا الشوط الأول الرئيسي لفئة الثنايا والحيل. انطلق بحفظ الله وسلامته. ولا يفوتني أن أشكر هذا الشاب المكافح المجتهد السيد صالح بن طالب ابن عقيل راعي الطافح، مشكور على هذا الجهد، على هذا التنظيم المميز لهذا السباق، سباق العمالقة أهل الهجنة العربية الأصيلة. وفي هذه اللحظات اللي في أول المراكز هذه ولاء لسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي مع ولاء في أول المراكز. ثاني المراكز مزعلة لسيد طالب بن صالح الكبيدة مع مزعلة في ثاني المراكز. ثالث المراكز مزعلة لسيد جهويل بن صالح الكبيدة. ورابع المراكز وصلت الشاهينية لسيد سعود بن صالح الزمات في رابع المراكز. خامس المراكز اللي في اول المراكز حتى هذه اللحظات هذه ولا لسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي في اول المراكز. ثاني المراكز هذه شاهيني لسيد سعود بن صالح الزمات في ثاني المراكز. ثالث المراكز مزعلة لسيد طالب بن صالح الكبيدة في ثالث المراكز. مزعلة في رابع المراكز لسيد جهويل بن صالح الكبيدة. ولكن ولا وبكل ولا في أول المراكز لسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي في أول المراكز. مسيطرة ولا وتبي المركز الأول والناموس والبندقية بن جهمان هذه ولا في أول المراكز. ثاني المراكز وصل الشاهينية لسيد سعود بن صالح الزمات في ثاني المراكز. ثالث المراكز مزعل السيد طالب بن صالح الكبيدة في ثالث المراكز. رابع المراكز هذه مزعلة يدعون مكيتة مزعلة لسيد جهويل بن صالح الكبيدة. ولكن ولا في أول المراكز مع هذا الشعار النمري في هذه في أول المراكز. هذا شعار نهابة وشعار القناة وشعار العديد والعديد من الأسماء التي كانت بملكية السيد حمد جابر بن جهمان البريدي وكانت لها صولات وجولات مع هذا الشعار في ثاني المراكز. الشاهينية وتعود ملكية الشاهينية للسيد سعود بن صالح الزمات في ثاني المراكز. ثالث المراكز مزعلة لسيد طالب بن صالح الكبيدة في هذه اللحظات في ثالث المراكز. ولكن ولا والعصمية 180 درجة بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. هذه ولا في أول المراكز هذه ولا كما تشاهدونها، وهذا الأداء المميز مع ولا لسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. ثاني المراكز الشاهينية وتعود ملكية الشاهينية للسيد سعود بن صالح الزمات في ثاني المراكز. ثالث المراكز مزعلة وتعود ملكية مزعلة للسيد طالب بن صالح الكبيدة. ولكن ولا راحت بالمركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الرقص. ركز يا جار الله يا بن جهمان، ركز على ولا. وين بلقى بكرة سبقها للهجن غير، كل ما بعد مداها يزيد إجفالها كأنها الريم انذار من الصوت مستدير. كل ما بعد مداها تجيك لحالها، ما اشتراها إلا ولي العهد والله الأمير والمضمر لو غشيم يعرف إجفالها. هذه ولا تساير نفسها بنفسها. هذه ولا في أول المراكز لسيد جابر لسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الأداء المميز. لو لم يكن للشباب رأي آخر، ولكن راحت ولا وبدون أي أوامر. العصا في البطان هذه ولا يدعو ملكية للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز من ال 300 متر الاول 200 متر الاخيره. نهني السيد حمد بن جابر بن جهمان على فوز ولا بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي لفئه الكبار. هذه ولا وبكل ثقه، هذه ولا بكل ثقه في اول المراكز. تمشي الهوينه كما يمشي الوجه الوحلو، ولكن تمشي مسرعه ولا في اول المراكز. تهانينا على الفوز بالمركز الأول والبندقية مع ولاء والسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. ثاني المراكز وصلت أيها الحفل الكريم في ثاني المراكز الشاهينية للسيد سعود بن صالح الزمات، أو وصلت مزعلة للسيد صالح للسيد طالب بن صالح الكبيدة.
هذه اللي في أول المراكز، اللي في ثاني المراكز وصلت، هذه مزعلة للسيد طالب بن صالح الكبير، ثاني المراكز الشاهيني للسيد سعود بن صالح الزمات. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:41 و12 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.